المقادير غنضيف 250 غرام ديال الزبدة، كذلك غنضيف 150 غرام ديال السكر. نحاول انني نخدم السكر مزيان مع الزبده، من الافضل تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ باش هكا غير تندمج لكم مع السكر. دابا غنضيف كاس ديال السكر مع مرش ما يعادل 100 ملل. من بعد ما خدمت الزيت مزيان مع الزبده حتى ولا على هذا الشكل، دابا غنضيف بيضه واحده، كذلك غنضيف كيس من نكهه الفانيلا ما يعادل 7 غرام. نحاول انني نخدم البيض مزيان مره اخرى مع الزبده. دابا من بعد ما خدمت الزبده مزيان حتى ولات على شكل كريمه على هذا الشكل، يعني السكر داب ما بقيناش كنحسوا به بتاتا في اليد ديالنا. دابا غنبداو نضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق فهو على حسب الخليط، لكن انا غنوزن الكميه اللي غنضيف كامله، وغنقول لكم في الاخير يعني كميه الدقيق بالكيسان وكذلك بالغرام. غنضيف كيس من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. بعد ما عجنت العجين فهذا هو القوام ديالها العجينه، يعني كتكون رطيبه على هذا الشكل. فانا ضفت 5 كؤوس دابا عامرين ديال العنب، يعني ملي كنكونوا كنعمروهم كنعمروهم غير بالملعقه باش ما كيعمروش بزاف. القياس بالغرام هي 500 غرام بالضبط. دابا في المرحله نحيد العجينه من الاناء، كما كتشوفوا معايا يعني العجينه باقه خفيفه على هذا الشكل، نوري لكم عن قرب هكايا. نحاول في هذه المرحله نقسم العجينه على جوج يعني في النصف. بالنسبه للعجينه الاولى فكنضيف لها معلقه ديال الدقيق، معلقه كبيره. نحاول انني ندخل هذا الدقيق للعجينه غير بشويه، لحقاش العجينه مازال جاريه، يعني نزيدو نقصحوها غير شي شويه. هذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما جمعتها حتى اختفى الدقيق، كما كتشوفوا معايا كتكون العجينه رطيبه. دابا غنوضع هذه العجينه في البلاستيك، العجينه الاولى. بالنسبه للعجينه الثانيه نقسمها في النصف. في هذه المرحله نحتاج لهذا الكاكاو اللي باللون البني وكذلك الكاكاو باللون الاسود. بالنسبه للعجينه الاولى غنضيف فيها واحد شويه ديال الكاكاو باللون البني. نحاول انني ندخل الكاكاو مزيان في العجينه حتى يولي اللون ديالها قهوي، يعني اللون يكون فاتح. دابا كما كتشوفوا معايا فهذا هو اللون اللي حصلت عليه، كيكون على هذا الشكل، يعني كيكون قهوي فاتح بهذا الشكل. بالنسبه للعجينه انا في هذه المرحله يعني كنحس بها في يدي باقا جاريه شي شويه، غنضيف لها واحد شويه ديال الدقيق باش يولي القوام ديالها بحال العجينه الاولى. يعني في هذه المرحله كيكون الدقيق عينكم ميزانكم على هذا الشكل، يعني حصلنا على نفس القوام الاول. غنغلف العجينه بالبلاستيك. دابا ندوزو للقطعه الثالثه. بالنسبه لهذه القطعه غنضيف لها الكاكاو اللي كيكون اللون ديالو اسود باش نحصل في الاخير على عجينه باللون الاسود. في حاله انه يعني ما كانش عندكم الكاكاو اللي كيكون اللون ديالو اسود، فعليكم يعني الا تضيفوا كميه كثيره ديال الكاكاو القهوي اللي هو البني حتى يولي اللون ديالو غامق اكثر من اللون هذا. حاول انا ندخل الكاكاو مزيان العجينه بحال الطريقه الاولى، وهكا كيصبح الشكل ديال العجينه من بعد ما ضفت لها الكاكاو. بالنسبه للكاكاو يعني ماشي بالعبار، كنبقاو نضيفو الكاكاو حتى كيولي اللون غامق، يعني ضروري في الاخير نحصلوا على جوج ديال الالوان، واحد يكون غامق بزاف وواحد يكون فاتح شي شويه. طبعا نخلي هذه العجينه باللون الابيض جانبا وندوزو باش نحضروا يعني هذه الالوان. نقسم العجينه اللي باللون الاسود على 6 وكذلك العجينه اللي باللون البني على 6. من بعد ما كورت العجينه اللي باللون البني وكذلك بالاسود، دابا نحاول انني نحرب لهم. دابا نبدا نحرب العجينه، كنوضع واحد شويه ديال الدقيق باليد ديالي غير شي شويه هكايا، من بعد كنبدا نحرب لها بكل سهوله. كنحاول انني نخلي العجينه شويه قصيره ما نطولهاش بزاف. استمر بهذه الطريقه، كنوضع غير شويه ديال الطحين هكا في اليد ديالي باش هكا العجينه ما تلصقش معايا حيت الكاكاو كيبقى يلصق لنا في اليد. في هذه المرحلة غنضيف واحد شوية ديال الدقيق على سطح العمل، يعني كنضيفو غير شي شوية ما كنكتروش. غنحتاج لواحد القطعة اللي كتكون باللون الأسود، نحاول أنني نضغط عليها بالأصبع ديالي على هاد الشكل. دابا نوضع المدلاك في الوسط على هاد الشكل، نضغط عليه غير شي شوية باش هكا دار معايا واحد الحفرة في الوسط، نحاول أنني نساويهم يعني بحيث يكونوا يعني نيشان. دابا غنوضع القطعة اللي كتكون باللون البني وسط القطعة اللي كتكون باللون الأسود، نحاول انني يعني اجيبها قده الا بانت ليا قصيره، يعني نساويها حتى تولي قد العجينه اللي كتكون باللون الاسود. دابا نضلف العجين بهذه الطريقه. هذا هو الشكل ديال القطعه كما كتشوفوا معايا، كتجي على هذا الشكل، كتجي مغلفه نص تغليفه باللون الاسود. بعد ما حربت العجينه كامله دابا ندوزو باش نحضروا القطعه اللي باللون الابيض، يعني بقى عندي في البلاستيك. دابا نحاول انني نقسم العجينه على 6 ديال القطع، كل قطعه فيها 6 سنتيمتر على هذا الشكل.
دابا مباشره غنبدا نوضع القطع اللي حربلتهم كاملين. كما كتشوفوا معايا العرض ديال العجينه البيضاء قد قد الحراري اللي صايبت من قبل. دابا نحاول انني نغلف هاد الحراري على هاد الشكل، نغلقهم يعني بالاصابع ديالي، استمر على هاد الطريقه. الا جاتني هكا القطعه ما غتغلفليش، نجرى غير بالاصبع ديالي هكايا باش نسهل عليا الخدمه. دابا من بعد ما غلفت العجينه كامله بالعجينه البيضاء، نحاول انني نرقى شي شويه وفينيها. دابا غنوضعها هنا، نفس الشيء بالنسبه للعجينه الثانيه، حتى هي نحاول انني نرقى شي شويه تكون بحال العجينه الاولى. نحاول انني نقربهم من بعضياتهم بهذه الطريقه. نفس الشيء بالنسبه للعجينه الثالثه، حتى هي نحاول انني نرققها شي شويه. دابا غنحاول انني نهز القطعه ديال العجينه غير بشويه لهذا الشكل، نوضعها فوق القطعه الاولى. كذلك نحط هذه العجينه هنا تكون ملاصقه مع العجينه الاخرى. دابا بقات لي قطعه واحده، نحاول انني نطولها يعني قد هذه القطعه هذه. نحاول انني نهزها، يعني ما كنهزهاش كامله، كنهز غير جهه، الجهه الاخرى ثاني كنهزها باش هكا ما كتقطعش معايا العجينه. دابا من بعد ما ساليت العجينه كامله، غنحاول انني نضغط عليها مزيان بالاصابع ديالي باش هكا ما يبقاش الفراغ الداخل. دابا نحاول انني نلف عليها الورق، نحاول انني نضغط على الورق مزيان ونجر هكايا باش ما يبقاليش يعني الورق لتحت مكمش. طبعا دخل العجينة المجمدة، نخليها حتى تدمج مزيان هكا لمدة ساعة، المهم حتى تلج مزيان وتولي قاصحة، ونطلقها ان شاء الله باش نقطعوها. دابا بعد ما دازت ساعة الحلوة يعني بردات معايا مزيان، نحاول انني نمسحها. دابا نبدا نقطع الحلوة بسم الله، نحاول انني نحيد الجوانب. من الافضل هكا ملي تكونوا كتقطعوا الحلوة قطعوها بواحد السكين اللي يكون رقيق، في نفس اللحظة يكون ماضي. نحاول انني نخلي واحد سنتيمتر من بعد نقطع العجينه. كما كتشوفوا معايا الزواقه كتجي على هذا الشكل، كيجي القهوي لداخل، كذلك الكحل في الجوانب. نستمر على هذه الطريقه، ضروري الحلوى تكون يعني متلجه باش تقطع معانا. الا بانت لكم هكا كتهرس معاكم، ملي كتكونوا كتقطعوها كتهرس، عرفوها بانها متلجه بزاف اكثر من القياس. ديك الساعه تخليوها هكا واحد 3 دقائق ولا واحد 2 دقائق حتى تنخفض البروده ديالها، وديك الساعه تقطعوها. استمر على هذه الطريقه حتى نكمل العجينه كامله. دابا من بعد ما قطعت الحلوى كامله وضعت الطاوله في الفرن، غندخلها للفران. انا نطيبها غير بالفران العاديه، غنخلي الفران حتى تسخن مزيان، من بعد نقص البوطه، نخليها يعني حتى تولي النار قريبه تطفى، تولي النار ميته، ونخليها طيب على خطره، نخليها 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، ما نشوفش عليها كاع. ومن بعد عاد نبقى نشوف عليها يعني مره مره نشوف عليها ونشوف واش طابت، ونخليها حتى طيب مزيان، يعني ما نخليهاش حتى تحمر وتحرق، يعني غير طيبه هكا وتفند غير شي شويه وتلاقاو باذن الله. وهذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما خرجتها من الفران، كما كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل، يعني ما خليتهاش حتى تحمرت بزاف، يعني خليتها غير حتى طابت وبقى اللون ديالها كما هو، يعني غير ذهبت غير شي شويه. دابا نوري لكم كيفاش كتجي من الداخل. بسم الله، صراحه كيجي المنظر ديالها رائع، يعني كتجي مزخرفه بهذاك اللون البني وكذلك اللون الاسود، كذلك كتجي الحلوى هشيشه كتذوب في الفم. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، ولا جربتوها ما تنساوش تقولوها لي في التعاليق. ودابا بقى لي الا متعكم عجبكم الفيديو، ما تنساوش تعملوني بلي لايك، كذلك كنتو اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه، وكذلك تفعلوا الجرس باش دايما توصلوا الجديد. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو اخر.